أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تلقي لقاح فيروس كورونا حق لنا جميعاً دون استثناء، ويتوجب توزيعه بنزاهة وشفافية وعدالة وضمن الأولويات والمعايير المعلن عنها والواجب الالتزام بها من قبل القائمين على عملية توزيع اللقاح. في حال شهدت أو تعرضت لأي تجاوزات للمعايير المعلن عنها من قبل وزارة الصحة وترغب في الحصول على المناصرة والإرشاد القانوني، اتصل على الرقم المجاني لائتلاف أمان 1800-180-180 ونحن نضمن لك السرية في حال رغبت بذلك. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة. أمان.